يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون سائل يقول ما هو فضل تلاوه القران الكريم في رمضان وفي غيره بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين اما بعد فالقران العظيم هو كلام الله تعالى حروفه ومعانيه قد جعل الله تعالى في تلاوته والعمل به الفضائل العظيمه والفوائد العظيمه والثمرات التي لا تحصر فمن هذه الفضائل قول النبي عليه الصلاه والسلام من قرا حرفا من كتاب الله فله به حسنه والحسنه بعشر امثالها لا اقول الف لام ميم حرف ولكن الف حرف ولام حرف وميم حرف وهذا في الحقيقه يدل على الفضل العظيم وقد بين القرطبي رحمه الله تعالى في كتابه التذكار في أفضل الأذكار أن عدد حروف القرآن ثلاثمائة وحد عشر ألف ومئتين وواحد وخمسين حرف هذا أمر عظيم ثلاثمائة وحد عشر ألف ومئتين وواحد وخمسين حرف فإذا ضربت في عشر حسنات كم تكون من الحسنات العظيمة إذا ختم القرآن الكريم وثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لاصحابه: أيكم يحب أن يغدو إلى بطحان؟ أو العقيق؟ واديان في المدينة فيأتي بناقتين كوموين في غير إثم ولا قطيعة رحم؟ قالوا نحب ذلك يا رسول الله قال لأن يغدو أحدكم إلى المسجد فيعلم آيتين أو يقرأ آيتين خير له من ناقتين وثلاث خير له من ثلاث واربع خير له من اربع ومن اعدادهن من الابل وهذا يدل على فضل تلاوه القران وان من تلا قرا ايه واحده او تعلم ايه واحده فهي خير له من ناقه عظيمه والناقه في الحقيقه هي من باب ضرب الامثال لتقريب المحسوس الى الافهام والا فذره واحده من الاعمال الصالحه خير من الدنيا وما فيها فإذا كان هذا في قول النبي عليه الصلاة والسلام في كل آية تكون أفضل من ناقة فالقرآن الكريم اتفق العلماء بالإجماع على أن القرآن يزيد على ستة ألاف ومئتي آية على ستة ألاف ومئتي آية وجاء في كما ذكر القرطبي وغيره أن القرآن ستة ألاف ومئتي آية وآية فإذا ختم القرآن ابتغاء مرضات الله تعالى كان أفضل من ستة ألاف وأكثر من مئتي آية هذا فضل كبير ثواب كبير بعض الإبل لها ثمن عظيم في بعض الأحيان بلغني بل ثبت بلغني بأن بعض الجمال س ب وعشرين مليون من المزاين يسمونها 27 مليون والله تلاوه ايه واحده خير للعبد من هذا الجمل هذا كما بين النبي عليه الصلاه والسلام ومن اعظم الفضائل قول النبي عليه الصلاه والسلام يقال لصاحب القران اقرا وارتقي ورتل فان منزلتك عند اخر ايه تقرا بها هذا من فضل الله تعالى وبين النبي عليه الصلاه والسلام ان من قام اي صلى بعشر ايات لم يكتب من الغافلين ومن قام بمائه ايه كتب من القانتين اي المداومين على الطاعه والذين حصلوا على القنوت والخشوع لله تعالى ومن قام بالف ايه كان كتب من المقنطرين اي الذي يكتب له قناطير من الاجر وهذا من فضل الله تعالى ولا ينبغي لاحد من الناس ان يغبط احدا على شيء من الدنيا لا على ملك ولا على جاه ولا على مال الا على القران ومن عمل بالقران ولهذا قال النبي عليه الصلاه والسلام لا حسد الا في اثنتين رجل اتاه الله القران فهو يقوم به اناء الليل وأنا النهار ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه أنا الليل وأنا النهار ومعنى أنا أي ساعات هذا فضل كبير وثواب عظيم ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام خيركم من تعلم القرآن وعلمه خير الناس وفي بعض الروايات أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال إن لله أهلين من الناس قيل من هم يا رسول الله؟ قال اهل القران هم اهل الله وخاصته اي هم اولياء الله تعالى المختصون بولايته سبحانه وتعالى اهل القران وثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام في حديث مسلم انه قال ان الله يرفع بهذا القران اقواما ويضع به اخرين يرفع من عمل بالقران في الدنيا والاخره ويضع به من لم يعمل بالقرآن يضعه في الدنيا والآخرة ولهذا ينبغي المسلم أن يتدبر القرآن عند قراءته ولهذا قال عثمان رضي الله عنه لو طهرت قلوبكم ما شبعتم من كلام ربكم لو طهرت قلوبكم ما شبعتم من كلام ربكم ما يمل الإنسان يتلذذ بقراءة القرآن نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم كذلك قال عبد الله بن مسعود من أحب القرآن فهو يحب الله فهو يحب الله ورسوله وكذلك قال خباب بن الارت رضي الله عنه قال تقرب الى الله ما استطعت فانك لن تتقرب بشيء احب اليه من كلامه اي من قراءه القران اسال الله تعالى بأسماء الحسنى والصفات العلى ان يرزقنا واياكم حب القران والعمل بالقران وتدبر القرآن وتفهم القرآن إنه ولي ذلك والقادر عليه ونجعلنا جميعا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون